كان انسان عزيز على الكل، كلشي تيحبو، ما كاينش اللي تيقولها فيه خيبه. والدليل هو هذا الحضور الكبير اللي جا مع الفقيد الله يرحمه، اللي يمكن نقول لك جاوا الناس كثار وكلشي مفجوع بهذا الفاجعه هذه. وما يمكن نقول الا الله يرحمه والله يوسع عليه القبر ديالو والله يغفر ليه. العزاء ديالنا الحار للعائله ديالو والاسره الكرويه جميعا، وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى يصبر عائلته. فهو كان مثابه رجل طيب خلوق، كيف شفتوا هذا الحضور الناس اللي حضروا في الجنازه ديالو، كتعبر بان الاخ المرحوم مصطفى الرتباوي خلى واحد صدى طيب. كيف قلت لك فهو محبوب عند الناس، كان مثابة صديق، أخ كبير، كان مثابة مؤثر. في الوقت اللي كان كيلعب معنا فهو كان كيأثرنا حنا الدراري الصغار اللي كنطلعوا من الشبان ديال فريق الوداد البيضاوي. فما علينا غير باش نترحموا عليه ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يصبر عائلته. ما دوزناش معاه قليل، وكنتلاقاو معاه يوميا. الزوجة ديالو كتسمى مقربون، وليداتو كبروا مع ولدي أنايا في نادي الكاف، لأنه هو من بعد الوداد ولينا كنتلاقاو في ذاك النادي ديال الكاف وكنلعبوا فيه تما الحمد لله، يعني مع ظلمي الله يرحمه، مع كريمو، مع هذا، يعني واحد عدد كبير من الدراري نتوما شفتوهم هنا، ما يبانوش لكم هنا، ماشي كويرية ديال هو نيفو، لكن دراري اللي كيلعبوا في ذاك النادي اللي كيحبوه تيموتوا عليه، يعني يبكاو عليه مساكن. فصراحة هو جا بغى يتدرب، يعني كيف كنقول لك انا كالعادة الثلاث ولا الخميس، هو مسكين انت شتي 20 دقيقة ديال عادة من بعد طاح، يعني الله يرحمه مسكين. انا كان صراحة انا اللي غادي نفرح ليه هو هاد الناس، ان شاء الله يدعوا معاه، لانه هاد الحضور ديال الناس تبارك الله وصلنا عندي باش يجيو الناس، هذا وما كاينش شي واحد كيقولها فيه. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.